بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد مركو رواد سلامتين بعض الصحافة وحا ورك الصحافة ندي سوى قد بنا حفيز كحيرا لنتو وحا سواه إن لعدي دعودي أن كو قد بنا كودي بشي الحاد لابد يكون صدح يلا باتنكي إن قدوميه قولها وكيل سومالي لان مضانع عبد الرساق خليفة أحمد تاسو هاي دعوته دستورية سيدن ود أغن هاي قراء الكاس وحن أوجد بني محكمة الدستورية جاءه بعدين تبشو هاي كودي بشي لحد لابد يكون يصدح يلا باتنكي محكمة ده نور عشاء أي درسيسي وأرتشجا أي باريسي مدة أفر عشاء كدب أي نجاك بشي أرتشجا إنه وافق سن يهاي حيرك بروسيشرك هبك مدنجا قطبك بقول يا سقال يا طبعا يستدي لحدا حيرك هبك مدنجا إن تعودن هالضبع طبيعة ديدو محيطة تعودوه بكستا طبيعة قارة إيه لاده وحنا كلا تدعودو إنا عقابت هاي إيه دعودو إنا مدير نقطة إيه دعودو إنا تستور نقطة إيه دعودو إنا إدارة هاي تعودن استاي ضد كقاركود فلان أيام كشاكين أيام ركبضنا الله يا ربع مقريقانا تعودن واد دعود دستوري تعود الدستوري قناة ودعوتها قرنك وقص الرئية محكمة لا كفره تاس صرت وعيني فهمان إنني تعود أن عقابها إن شمين دستور أي تاي أو كذا لان كرت مركز دم به عقابي لكن قطبك هذه يشرع خريان وقطبك سقاليو تطبعت الدستور قرنك الجمهورية الصومالية كاسو شيء جيا إن حيرالية هجود واجب يكون يها إنه دعوة عقابتها وجود بيها قالها وكيلا ده أما قالها جورت ده كل بحر اللي بانك قرا في الدنبيت سلام أمرك أنا قالوه وكا قلاده أما كديده قلب كا أنا هو حفيز كحيران أنتو مو طلبا منا قلب كا منا كمنشرو حركة يق قلب استعمالي دستورك حراريه قدوح استعمالي قدوب الدستور أو لجبيي أو جبيي عبد الرساق خليفة أحمد قدوميها قولها وكيلها قدوب هذا وين ودوقنا هاي قدوب هذا جبيي وحكب هذا قدوبك بقول سقال يلا باعتن بقول صدح يلا باعتن يو قدوبك كواد يلا باعت يا دستورك قدوب هذا سبح الشيقي يعني قدوبك كواد وقرن مضح يو مضح بناني ذا جمهورية ده سومالي لان تاسو يا قدب كلابات يا دول يا بط يا هو بقى قرن مد يا حدودها سومالي لان اني هجاريين حدودها دلك دلك الاورنج ري سوماليا والسومالي لان اي تاي دوله غاره او تاغن او دستور كينو وينو جديي قدبداس يا قدبكي دارت بقول 92 او إن أنا طالكي ودارتي تدكيسة إنه عدالة خدقة إنه كحد قد بي أو يريد يديجان أيان أنا وهاي أيان عدالة فلا يا أيان حق بنيا تبينا على إنك سوماليتنا وقاتي تاسو حكتو سنسا إنه شبيي قضبة دستور كمدة وحكلو أو شبيي قضب كا كنتونات حبيني مدى سيدي اللوواية قابكي اللوواية حبين تكوات وقف قيريوضة قف هردو قيريوضة قولها اوغيسين ايو محايا داي ومباهنا قفكو مر هدو قيريوضة قيريد سالة شاقو عدو الوضع بيعاهم بل لو اوغيها اينو قيريوضة وحا كاميضة حبين تا استقالة ديبتا كاوحا شرط كوحران
إن قوله أو قرادة سعسلادة إن شبيه شرط كميدة شروطها لغو صدورته أما وجودن واي حلكيسة إنه كده حكم عقابات ومحكمة هرتاد كعداده إنه كم قناده قالها مدو لبعتن فريعة عدة جوان كجاري كرتا عدين كرتا أنا أنا هين قاله قالها وكلا ده إيه وهاي محكمة دينا عدايسو نكري قدوميها قالها وكلا ده هين شد عبد الرساق خليفة ما تبيي قطب داس تاسوا تبونك كأن سا قالوا إليهين نكاسو كم هينو أو تقولوا قار كم إذا وربو ما ضدمة إليهين النجا يا أرنك اختصاص له هذا هو النجا عسكرنا قطب كستقالي أفرتانات فقرد ستهضبات أي شيء هي إن حلبانك أما حلبان قالوا وكيلها نقدو أما قالوا قرتيها نقدو إن لغو أوغي كرو دعوت نوعيه ده كلاها آن عقاب حين تاسنا آن لوغا باهنين قولها وحو قولاشا قدب كاس أيها فيسك حيرالنتو راعي مركا قدب كاس هو قدب كو أو قولادي دعوت دستوريا إن حفيسك حيرالنتو وكو أوغو حلبانكا وآه قدوميها قولها وكيلادا عبد الرساق خليفة أحمد واه قدب كو أو قولادي إن قدب كا أيان وكتاعنت نهاية حفيز كحيرانته مر هذه قدب كا أنا جو أنو جيني محكمة ومحكمة الصراع الدستوري جا أولي بقى أنو جيني محكمة الدستوري جونا أي ديوان جلسي وحويان إنو إنا عام غنيس عبد الرساق خليفة إنو تعودت على جوسه وجي أنو كمان إنو جين قله قله وكيل هذا نو كمان إنو جين تعود وهاي قله وكيل هذا وينستوش لكن شخص كم إذا شخصيات كا أيام فالجلاي معه إذا يجيبين دستور والدستور كي كتوم طاي وحدونا السبيعي عنا كي كوريميد دت كي دولة دوش قينيون كوريميد إن أنا ما تاجر سنين ليلي معه إذا دولة دا سومال لو حن تاجر سنة هاي قا أنا ذا كصباحي سيد حي صدقه وطاي إياه كرادة دا قا أنا كاسمحوها مركا قا أنا كاسمحوها إن أنا كم إذا حين قرن كان سوماليلاند اي ايهين دد كاترسن دولتا فدرالكا اي سوماليا تاسين واحد مودا ان شقدي لو دورتي يي غودومنيمدي لو دورتي او كبحي او كحبسيبتي ان حطو ترسنايو ما هيدين عبشو كتر او ترسنايو غوبلكاس ترسنايو وحو ها نينكي صدحات ee gudoomiyaha golaha wakiilada uu aha wuxuu ku saxay golihiisa aan markaas taas dadku inay la socdaan ayaa muhiim ah oo ah in arintu ay arin dastuuriye tahay dastuurkuna oo ma garanaysay in nooca uu yahay oo dastuurku waxa weey xeerarku way kala sareeyaan xeerkani waa xeer guud public law baa loo yaqaan ama xeer guud baa loo yaqaan xeerka guud waa xeerka ciqaabta kamida xeerka cid iyale isagoo ka duulaya xeeraliyaha guud ilaalinta shuruucda dalka oo uu sheegayo xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa 94-aad ayaa sheegaya wuxuu sheegaya qodobkaasi wuxuu sheegaya in xafiiska xeeraliyaha guud uu waajib ku yahay إنه إلاليه شروع ده دلك شروع ده دلك وحكم ده دستور قرن كتبوري دستوري له دستور كاسيو حن جواتي بقى عد كستو كو جفته عد كستو كو جفته إن وكو أوجو دعوت شرعنا وبنينا يا قدم كا تاشي جنا وقدم كسقالي أفرا فقدي سكواد حركة نظام كرسوركا حير نمبر 24-2003 وحو عدينا يا حاكاسي إن دعوت كستا أو خصيصا قرنكا أما عقابها هاتو أما دستوري هاتو إنو حفيزك حيرالنتو يساقو أوغيو أو شقدي سايتاي
arrimaha markeenu hadaba soo gunaanadno hadalkeena inuu ku soo gunaanadno aan golaha wakiiladu waxa uu haystaa in shaqo ay leeyihiin la qabsaday waayo iyadu shaqadoodu waxay ahayd inay maqareysaa ay gudoomiyaha golaha wakiilada haday xilka ka qaadayaan iyo haday u deynayaan taas ayay iyaga qoseeyay haduu dambiyo noocaas galay inay ka niqaashaan oo haday xilka sidii u qaadi lahaayeen fulugu qabtaan taasi haday ka qaadaan xitaa xubnimadiisi way taagnaanaysaa laakiin taan anagu ka hadlayna waxa weeyaan in uu la qaado talaabo ku xuqseysa xubinnimada xubinnimadana waxa ka qaadi karo oo keliya haddii aan dembi lagu oogin ama si dastuuriya oo quseeya qodobka kontonaad in la baaro oo magaranaysa in la eego waxyaaluhu qodobada xagga dastuurka ee uu ku gafay ay ka mid yihiin qodobka 38-aad faqradiisa 3-aad 4-aad oo ah ilaalinta nabadgelyada iyo maxay ahayd nabadgelyada baarlamaanka shaqadiisu inay tahay inuu ilaaliyo nabadgelyada iyo goon istaaga qarinimada Soomaaliland qodobadaas oo dhan waynu ognahay inuu ku gafay xildhibaanku isla markaana taa anagu arbjeedada imiga aanu dacwadan u ogeynaa waxa weeyaan xildhibaannimadiisa in dacwada lagu qaado isla markaana marka xildhibaanada xildhibaannimada laga qaado is automatically wuxuu waaya maxay ahaydeen gudoomiyenimadiina laakiin iyagu xagga ka joogaan waxa weeyaan gudoomiyenimadiisii lagama qaadi karo xaggaas haddaan dib ugu noqdo marka gudoomiyaha golaha wakiilada laga qaadayo xilka procedure buu leeyahay qodobka 10-aad dariiqooyin loo marayo xubintase marka xilka laga qaadayo procedure loo maro ma laha qodobka 18-aad baa sheegaya waxaa loo raacayaa qaabka xilka looga qaadayo uu ku waayayo habka dastuurku uu sheegayo dastuurka marka la eegana waxaa ka talinaya dastuur go-aan ka gaadhi kara waa maxkamad dastuuriya maxkamad dastuuriya dacwad kasta qof kasta waa la dacweyn karaa maxkamad dastuuriga mar haddii lagu dacweeyey inaad magaranaysa inaad ka hadasho maaha maxkamaddii baana faragelisay maxkamaddii maxkamaddu waa halkii u sarreysay waddanka waa halkii sharcigu ka soo baxayay waa halkii wixii isqabsado murub ka taagan yahay o dhammi tegayeen marka in dad iska yidhaahdaan maxkamaddii iyo xeeraalintii ayaa la wareegtay garsoorkii baa la wareegay maxay ahday awooddii maxay ahday maxay ahday golaha wakiilada golaha wakiilada cidima dacweyn shaqo cid kuma laha xildhibaano la dacweeyo oo kalena ma jira oo ku jira golaha waa xildhi halkaa xildhibaan ee gudoomiyahana ah ayaa la dacweeyey isagaana kiiskaa istaduu iska difaacayo isaga ayaa u taalaa golaha uma taalo xildhibaanadana uma yaalaan shaqsigaasaa la difaacay dastuurka inuu ku gafay socialka iyo bulshaduna way og tahay waxyaaluhu falalka iyo caalamku way la socdaan qolada saxaafaddu sidaa darteed waa in dadweynaha iyo dadba saxaafaddu iyo telefishinada iyo karyaqaanadu dhammaantood ay la socdaan dacwad dastuuriya in lagu furi karo qof kasta oo mas-uula oo qarankan u haya hadduu ku gafo qodobada sharci ee dastuurka xeeraalyuhuna si cidu taarget garaysanayaana ma jirto cidu soo dhaweysanaya ma jirto nin kasta oo gala arrinkaa talaabada sharci ee uu waajibinayo sharcigu ayuu qaadayaa golayaasha wakiilada iyo xildhibaanadu waxay leeyihiin xasaanad umaha sida cid kala sheegtay ama cid kala sheegtay laakiin xasaanad bay leeyihiin xasaanada maxay kaleeyihin nooc may kaleeyihin waxay kaleeyihiin dacwadaha ciqaabta ah inaan la baari karin inaan la xidhi karin inaan la qaban karin isagoo dembi faraha kula jirin mooyaane taas markaa qodobka 39-aad dacwadan aanu hayno xasaanad lagama qaadin xasaanadiisu wata laakiin maxaa dacwad baa lagu oogay ah ilaan xasaanad qofka mala xidhayo dhowrsanaan weya taasi dhowrsanaantu wuxuu ka dhowrsan yahay
حرق يو عقاب يو بارس يو تشوشين يو حاسكو تاني واحد وين يضم لحدين كيس كانوا وضنا واسقوا مدنية كيس ما لقوا قادك واحد سويتين له قف كست أحد لبعنا دعوة مدنية صدق لقوا قاضي محكمة الدقمة لقوا قاضي أما محكمة الدقمة كده دقوا كيس كيس قبسطان هدول العقل ويا شو وتحاسو كله مركز سادر تيت بانو باهنين إن حسانات لقى قاضي دعوة ودبده تشوجو واستفاعيو والله القبسان كره ودستورية وإداري وكلا دعوة إداري نوالا بي دعوة إداري هي دعوة دستوري وحي أولاق ما حيرك الرعاة محوية حيرك هبك عقابتها للرعاة بس حيرك هبك مدنية حيرك هبك مدنية للرعاة حيرك هبك مدنية عد كستاء وشخص كستاء ودعوان كرا قف كستاء ودعوان كرا شد قدب كستيدي الله بعتنا وقف كستانا واستفاعي كرا فقرد كواد يفقرة الله بعت سادبتين إن حسانة كقاضي استوى مركا قف قال حرية عقاب لجوء جيو حبس الدون لدوني لا درا وتحس إن دتك كلا فهمان حرك إياه بروسي شردا لما رأيو إن أكل عدادة قف ولبا وحي مدنية الله حديد الدستور كإياه إداري كإياه إن قيس كإياه هاي هذا قرب ضع سكر مركا قف ولا شرع أن قرنين حدو كفت واضح وحويان ومضوي بابايسا وإن قف شرعي قاني ودرسا وحن وحيركي ونوذ درسا تبنى وكهالي كرا لكن عدو اللي بها تايكا على شو ويترادوها ما هي حسانات وحسانات وقفك عقاب تلقوه ويو تاسين عد اسمه ويدين لكن قدب كاسا قال يا فرطانات فقرد التوضبات لقوه كرو دعو دها كالي مداني قبل لقوه كرو قويس قبل لقوه كرو عقاب تبل لغو كرب محايدة قبتها محايدة إداري كا دستور وكمل دستور كمل كأو حد يو شبين دستور وين وين عضا إن قف شبيه دستور كا إن حرر واحد شيء جيا دستور كمل كأو واحد شيء جيو قف كا شبيه دستور كا إنك استوب روسي شركي نعاني كوعتين حتى أنا وحكر دلنا يا خيادات بحكر دلنا يا مر كا إن قطب كا هذي وح لغو هلا قف كا أيو دي مسؤولية دي وهيي يوحي وهي أيا دلال حسابتها يا مركا تاسوا تاوين يسوا وانا نهت سنتي